السؤال الأهم، البداية، بداية المباراة القادمة، مين التشكيل؟ بداية النهاردة، ده رأيي، مع معالجة للأخطاء الدفاعية والضغط الجماعي. مين النهاردة اللي قدم أوراق اعتماد وخلاص؟ يعني تقدر تقول ده اللاعب ده في الحتة دي، هي دي العدل، ده الصح. اصل احيانا مش ما ينفعش ترمي كل اوراقك الهجوميه او الاوراق الرابحه، يعني مثلا على سبيل المثال تريزيجيه النهارده هو نجم المباراه بلا منازع، كان على الدكه ونزل غير عشان لاعب محترف بجد، لاعب مخلص بجد، وفي تقصير معاه اعلاميا طول الوقت. بالمناسبه تريزيجيه واحد من اللعيبه المهمه جدا في منتخب مصر، وبيبذل مجهود طول الوقت واقصى طاقه بيديها للمنتخب. لكن في لعيبه النهارده كانت كويسه جدا، يعني زيزو ما كانش مش وحش، زيزو عمل عليه بذل مجهود كبير ناحيه اليمين لما راح المكان بتاعه، بنتكلم على مروان حمدي في وسط الملعب، ميز باص قليل جدا، مروان عطيه، اسف مروان عطيه، في حمدي فتحي اما كان موجود اطلع اقصى جهد عنده. طيب مستفى. انا عايز بخبره السنين خط الدفاع ايه الحل؟ خط الدفاع اولا هتكلم بسرعه على الحته الهدف اللي جه فينا النهارده، راس الحرب هو بيلف، انا وهو بيلف لازم اكون مقابل ليه، ما اقفش، ما اسيبش السبيس ده. الحل والتشكيله الامس، الحل للمدير الفني يفرج الفرقه على الاخطاء الدفاعيه كلها، يجمعها اكيد معاه فريق عمل، ويفرج المدافعين اللي انا ما ينفعش اخطا نفس الاخطاء دي مع واحد. احنا محتاجين الضغط الجماعي نبقى اقوياء، ما ننتظرش. في تغيير في الخط ده من وجهه نظرك؟ صعب خلاص، اللعيبه دخلت رتم المباريات ده هتغير دلوقتي. افضل اربعه ورا مين؟ افضل اربعه محمد هاني، حجازي، محمد عبد المنعم. ممكن تبتدي وتعمل اللي انت عملته تاني، يعني ادي فتوح، لان مهم جدا اللاعب الباص بيطلع سليم، كورته كويسه، عنده رؤيه، ثم لما لو حسيت زي ما شفت النهارده حصل اللي انت اللياقه البدنيه بتاعته بتنزل، هيبقى في ثغره، روح منزل محمد حمدي في الحته الدفاعيه.